بكل متابعي سيترس تي في على الفيسبوك. مثل ما وعدناكم كل اسبوع عنا 7 فائزين، ونحن حين في الاسبوع الثاني بنختار معاكم 7 فائزين اللي يقدرون يختارون الهدايا من الهدايا المقدمة من سيترس تي في اللي موجود على صفحة الفيسبوك الويلكم تاب. ونتعرف على اول فائز او فائزة طبعا الاسبوع الثاني من 30 سبتمبر الى 6 اكتوبر. اول فائزة نعومي الخيامي، الف مبروك حبيبتي. اما الفائزة الثانية او الفائز ان شاء الله مروة سلمان، بعد خلنا نشوف ان شاء الله كلكم تربحون معانا. بالكر نيجيا الف مبروك، يعني نحن نبقى الجواز تكون من الجنسين عشان ما حد يزعل منا. الجائزة الرابعة سحر سعيد بكر، سحر سعيد بكر الف مبروك. بعد عندنا 3 جوائز، دايما اتواصلوا معنا عشان تربحون جوائز مميزة من سيترس تي في. نانسي اي جي، نانسي اي جي الف مبروك. بعد باقي جائزتين، سهام عيسى الف مبروك سهام، سهام عيسى. هنا اخر فائز او فائزة، ان شاء الله يكون فائز عشان يكون عندنا اختلاف. امينة اميروش، امينة الف مبروك. هنا صار عندنا مثل ما تشوفوا 7 فائزين. نحن بنتواصل وياكم، بنوصل لكم الهدايا الين عندكم على البيت. لا تنسوا تتابعونا الاسبوع القادم مع المزيد من الهدايا المقدمة من سيترس تي في، ولكم مني تحياتي. باي.